أكثر من 10 أسئلة يطرحها الزميل أحمد العطواني في توندو مع اللاعب علاء مهاوي. مشاهد. مرحبا كابتن. مرحبا أستاذ أحمد. مثلك لاعب كرة القدم عالمية. لا أنا أعرف إيش. ماذا تعني لك مباراة البرازيل أمام نيمار؟ أكيد مباراة كبيرة هاي ما تظل للتاريخ. أفضل مدافع حاليا. أفضل مدافع حاليا؟ بالعراق؟ بالعراق. ما هو يعني عندي ما ممكن أقدر. تختار أكثر من اسم عاد. سعد ناطف، علي فائز، أحمد إبراهيم. صاروا هواي. إيه هواي هم ما قلت. تحياتنا لهم. تحيات. تجربة أو لقب مع يعني لقب يطلق عليك من الجماهير تعتز به كثيرا. يعني أحبه. ما اللي يقولون مهاوي يا مهاوي. مباراة لم ينساها. من البرازيل. موقف سعيد لم تنساه. هواي والله. ماذا تعني لك روز؟ روحي. مدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على اللاعب؟ هواي يعني يأثر على اللاعبين؟ ايه يأثر. نادي عربي تتمنى تمثيله؟ عربي؟ الاتحاد. عالميا ماذا تشجع؟ برشلونة. لو لم تكن لاعبا ماذا كنت؟ ما اعرف. والله شكرا جزيلا. شكرا.